أعلنت وزارة الإعلام تمديد مهرجان العيد الوطني في القرية التراثية حتى الأول من يناير 2024 في منطقة رأس حيان. ويأتي ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على المهرجان الذي تنظمه الوزارة بمناسبة الأعياد الوطنية. ويأتي تنظيم المهرجان في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. ويشتمل المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية والأسواق التراثية التي تعكس جانبا مهما من الذاكرة والهوية البحرينية الأصيلة. ما شاء الله تطور باين يعني واضح، والمنظمين ما شاء الله تبارك الرحمن وايد مستعدين معنا ونظم البرنامج بشكل وايد حلو، وكل سنه عن سنه تطور يعني المهرجان بشكل حلو، وما شاء الله اغلب الخليجيين يعني بشراهه يجون يعني مستغربين من الشيء اللي يشوفونه والحلاوه اللي يشوفونها، يعني احس انه شيء مميز. يعني هالمعارض اللي نشاركها والمهرجانات ما شاء الله اليوم الصراحه يعني انا تفاجأت الصراحه لدرجة ما عندي مجال حتى يعني أقعد حتى في لحظات أبغى أروح بالشغلات بسيطة، ما عندي بزود العالم اللي موجودين إن شاء الله. صراحة تفاجأت أنا أول يوم ما توقعت جمهور هالقد الصراحة. الحمد لله نحبنا نترك بصمة في مهرجانات مثل مهرجان القرية التراثية. كثير من دول الخليج الحمد لله متواجدين، من كويت، من عمان، من الإمارات. الحمد لله يعني هالسنة كان الإقبال جدا جميل. ما شاء الله القرية روعة، وكل عام والبحرين بخير وشعب البحرين وقيادة البحرين بخير، وهذا اللي نقدر نقوله. يعني ما شاء الله ترتيب ما شاء الله حلو. ما شاء الله يعني عرفنا التراث البحريني من المدارس، من المغفر، من البيوت، من الأكل البحريني ومن الشعب البحريني القديم يعني نقول. والله القرية يعني فيها أشياء وايد، فيها تجديد للماضي، الواحد يقعد يطالع الأشياء القديمة ويشوفها قدامه، يعني حتى لو هو ما لحق عليها.